سلام عليكم، انا مايكل. احنا طلبه في كليه هندسه جامعه اسكندريه قسم الكتروميكانكس. حابين نعرفكم بفكره مشروعنا. انا شوف هشام الشيخ، محمود قندين، احمد خالد، حسن مين الصوت. احنا كجروب مشروع اتقابلنا بطرق مختلفه. في ناس مننا كانت تعرف بعض من اول سنه وداخلين عارفين بعض، في ناس مننا اتقابلت مع بعض في مواد اخترناها زي مثلا روبوت الكنترول، في ناس اتقابلت في برزنتيشن، فينا شخصيات مختلفه كتير، فينا اللي بيحب الهزار وفينا اللي بيحب الجد، فينا اللي بيحب يعمل الريسيرش، فينا اللي بيحب يشتغل بايديه. احنا جروب شخصياتنا مختلفه بس بنكمل بعض. عادتنا مع بعض دايما بيبقى فيها الضحك ودايما بيبقى فيها الجد، عشان كده دايما بنحاول نبتكر، بيبقى جو مساعد على ان احنا نبتكر وان احنا ما نزهقش من بعض، وهو ده اللي مخلينا جروب واحد وشغالين بفكر واحد. احنا لما جينا كطلبه نفكر في فكره مشروعنا، حبينا نشوف ايه التحديات والمشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا اليوميه. حبينا نخرج بره الروتين، حبينا نعمل حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، وفي نفس الوقت تكون مصنوعه هنا، تكون انتاجنا احنا جوه مصر. فاول مشكله قابلتنا هي مشكله المرور، مشكله بتقابلنا في حياتنا اليوميه وبتضيع مننا وقت كبير قوي. زي ما انتم شايفين يا جماعه، الزحمه بقت شيء يومي وبقت ازمه بنعاني منها كل يوم. فاحنا لقينا ان احنا لازم نحل الازمه دي، ولقينا ان مفيش غير حاجتين، يا اما نستخدم بايسكلز يا اما نستخدم موتوسيكل. زي ما قال فهد، العجله حل من الحلول، لكن ليها مشاكل برضو. العجله المشاكل بتاعتها ان هي تقيله، ما ينفعش تشيلها مثلا معاك البيت، ما ينفعش تطلعها بالاسانسير، مجهود كتير على الفاضي انك تمشي تعرق في الطريق، تعدي بيها الشارع فيها مشكله. فدي من اهم مشاكل العجله اللي موجوده دلوقتي. احنا عندنا حلين لمشكله المرور. الحلين دول كانوا يا اما موتور سايكل يا اما ان احنا نعمل بايسكل. جينا فكرنا في الموتور سايكل، لقينا ان له مشاكل كتير. المشاكل اللي بتواجهنا في الموتور سايكل، اول حاجه البنزين، ثاني حاجه السعر، ترخيص برضو دي مشكله بتقابلنا ان احنا بنضطر نرخصه. بالنسبه للمشاكل اللي احنا عرضناها عليكم، لقينا ان قعدنا مع بعض وفكرنا، لقينا ان احلى حل فيهم ان احنا ننفذه في المجتمع بتاعنا ويكون هو ده المناسب ليه، حل العجله. فكرنا مع بعض ان احنا ايه التشالنجز اللي هنلاقيها في العجله قدامنا. التشالنجز بتاعتنا كانت وزن العجله، المكان بتاعها، بحيث ان احنا لو واحد عايز يطلعها البيت عنده في حجمها كبير. ومشكله كمان من المشاكل اللي كانت هتواجهنا مشكله شكل العجله، لان في ناس كتير ما بيعجبهاش اي شكل، فحبينا ان احنا نزود حاجه عليها ان شكلها يبقى شكل احسن يناسب اكتر الشباب ويزيد الاقبال على العجله. زي ما هشام عرض علينا التشالنجز قبل كده، هنبدا ناخد واحد واحد ونشوف هنلاقي الحل ليه ازاي. اول تشالنج هشام قاله كان الوزن بتاع العجله، ووزن العجله ده من اكبر المشاكل اللي بتقابلنا، لان انت لما تيجي مثلا تعدي على البحر من نفق ولا حاجه، بيبقى اكبر مشكله عندك ازاي تشيل العجله وتعدي بيها. فلقينا الحل ان هو هيبقى لعب في الماتيريالز بتاعتنا. الماتيريالز الموجوده، يعني قعدنا نعمل سيرش على النت وبتاع، ولقينا ان انسب حاجه ان احنا نشتغل كومبوزيت ماتيريالز، والحاجات دي يعني بدانا ندور عليها وان شاء الله هنجيبها. تاني تشالنج قدامنا كان ان العجله بتبقى اساسا متعبه جدا في حركتها او في سواقتها، والحل بتاعها ان احنا نخلي الدرايف بتاعها بموتور كهرباء. الموتور ده قعدنا ندور برده فيه انواع كتير من الموتورز. فاول موتور قابلناه ولقيناه كل دوت شغاله دي هو الهاب موتور، وبدانا نعمل سيرش عليه ونجيب حاجات من على النت.
تالت مشكلة كانت قدامنا هي ازاي نشيل العجلة في حتة تبقى امان لينا. انت اكبر مشكلة بتقابلك ازاي هتشيل العجلة فين. فالافق يعني الحاجة الجديدة اللي موجودة في العجلة بتاعتنا هي ان هي فولدبل بايك. الفولدبل دي يعني ممكن تتطبق وتتحط في شنطة العربية مكان ال 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 الستير بتاع العربية, او ممكن تتحط في تطبق وتتحط في البيت الشنطة ليها مخصوص او اي حاجة. الحاجة التالتة اللي كانت تشالنج بالنسبة لنا هو سعر العجلة. يعني دلوقتي في موتوسيكلات بيوصل سعرها 7000 جنيه. التشالنج بتاعنا ان العجلة بتاعتنا دي ما تعديش 3000 جنيه بحيث ان هي تبقى يعني كل الناس اكسبتبل يعني سعرها. بس ده كل اللي اقدر اقوله لكم. شكرا.